مرحبا. مالك هالقد معجوقة؟ قالوا لي اني مميزة. طيب وانا كمان اللي مميزة. بس انا اكثر. لا انا اكثر. لا انا اكثر. طيب الكل مميزين. طيب انتوا كلكم مميزين. طب انا شو مميز فيي؟ انتي مميز بي. طب انا بعرف الحل مع مين. الحل عند بادي فادي. بدي بادي بدي فادي اطلع برا. هاي كل اصحابي هون، كيف كل يوم؟ نعم. اوه جوليان مالك مش منيح. احنا ثلاثة مميزين بس هو مش عارف بايش هو المميز. انا وياها عارفين. عندي فكرة، شو رايكو نلعب لعبة الاشياء المميزة والاشياء المش مميزة؟ طيب. واو اما اشي مميز، اطلعوا مخدي مميزة. واو مخدي. لا مش مخدي، كل مخدي مش مميز. عن جد هاي مش مميزة؟ لا. واو اما قلم مميز، طلعوا هاد. بس قلم بس بيكتبوا فيه. هذا مش مميز؟ لا. واو طلع اما طابي مميز كتير. هاي بس طابي مش مميزة عن جد. الطابي مش مميزة؟ لا. وإسا هاي الشغلات اللي شفناها كلياتها مش مميزة، وإحنا البني أدمين كلياتنا مميزين. مثلاً أنت في شو مميزة؟ الغناء. غني لنا. أنا لحبيبي وحبيبي إلي. واو أنا لحبيبي. واو وأنت شو بميزك؟ أنا مميزة بالتمثيل. كيف يعني؟ مجرحت. شو كسرت ايدك؟ لا بس مجرحت. شو بمزح معك هاي من زمان. انت يا جوليان بميزك انك سريع. انت سريع. متذكر لما سبقتنا كلياتنا في المدرسه؟ انت سريع. يلا فرجينا كيف انك سريع. يلا. واو ما اسرعوا. شفتوا؟ واو ما اسرع. شفتوا كيف كل واحد فينا في اشي بميزه؟